لسه بنكمل ايد في ايد، والنهاردة التنمية المستدامة يعني هو شعار حلقة اليوم. ملفات مهمة، والحقيقة بنشوف تضافر جهود مختلف خلال السنوات الماضية ما بين مؤسسات المجتمع المدني وكمان مؤسسات الدولة بشكل تكاملي. الحقيقة نفتخر به كلنا كمصريين. خلينا نروح لضيفنا العزيز النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. أهلا بيك معنا سيادة النائب على نغمة فهم. أهلا وسهلا. يعني خلال السنوات الماضية مصر بتضرب مثل هام جدا بالتضافر الجهود ما بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، وكمان خليني أقول لحضرتك مؤسسات القطاع الخاص، مثلث هام جدا للتنمية المستدامة بتشهده مصر خلال السنوات الماضية. يعني خليني أسأل حضرتك، إيه الرؤى اللي محتاجينها تدخل داخل هذا المثلث لتوفير تنمية مستدامة تليق بمكانة مصر؟ يعني خلينا نتفق ان يعني احنا نبدا بنظره تاريخيه مش بعيده ولكنها قريبه جدا، ان هو طبعا احنا دايما لما نقول مجتمع مدني قوي، قطاع خاص قوي، دايما بنربطه باراده سياسيه قويه. صحيح صحيح. كان عندنا اراده سياسيه دي تبلورت في حدث كبير جدا عندما صدر القانون، قانون تنظيم العمل الآلي اللي هو 70/7/2017. وكان هناك نوع من انواع احتجاج من عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الاهليه حتى على مستوى الداخل ولا حتى على المظاهرات الدوليه. وكان هناك بعض المواد يمكن تعرقل الاعمال الاهليه. وكان يظهر هذا القانون اما صدر كان في ظروف معينه الدوله المصريه بتتعرض لحملات ارهابيه. صحيح. وتطرف وغيرها. ولكن يعني اما عرض هذا الامر على فخامه الرئيس رئيس الجمهوريه في يناير بالظبط 1 يناير 2019 صحيح. في مؤتمر الشباب العالمي بادر طبعا بشيء غير مسبوق رغم ان القانون كان صدر وكنا بنجهز الرائحه التنفيذيه وانا كنت واحد من اللجنه في شكل الرائحه التنفيذيه. صحيح. بادر الرئيس باصدار تعليمات وتوجيهات الحكومه بوقف العمل بقانون 70/2017 وفتح حوار مجتمعي لاصدار قانون جديد. وطبعا الحكومه اسندت هذا الدور للاتحاد العام للجمعيات والمستشاريه. صحيح. عملنا حوار مجتمعي حقيقي شارك فيه الشباب وشاركت فيه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الاجنبيه غير الحكوميه المقيمه في القاهره والخبراء والمتخصصين، وانتهينا بقانون متوازن. وقانون ساعتها كان قانون متوازن جدا، قانون 149/2019. تمام. وده اطلق حريه العمل الاهلي وايضا خلى يعني تمشى على الماده 25 دستور، لان انت النهارده كعمل اهلي او حتى قطاع خاص لازم يكون عندك بيئه تشريعيه قويه. صحيح. فالبيئة العشرية توفرت في قانون 70/2019 اللي ادى للافراد المواطنين حق تكوين الجمعيات على اساس ديمقراطي والحصول على الشخصيه الاعتباريه مجرد الاختيار، وان الجمعيات تعمل بحريه وانه لا يجوز حل اي جمعيه او مؤسسه الا بحكم قضائي. كل دي مكتسبات اكتسبناها في قانون 70 اللي كان بتوجيه من فخامه رئيس الجمهوريه. من هنا يمكن اشتغلنا وبدانا نوفر الاوضاع وحصل توفيق أوضاع ل 36,000 جمعية ومؤسسة أهلية. الرئيس فاجئنا في 21 سبتمبر 2021 وهو بيعلن على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إنه أعلن أن عام 2022 عام منظمات المجتمع المدني. ودي كانت مبادرة غير مسبوقة. بالتأكيد. صحيح. عندنا فطبعا المعنى اللي يظهر 2022 عام منظمات المجتمع المدني كان ده نوع من أنواع التكليف والتشريف. تشريف المجتمع الاهلي وقناعه من فخامه الرئيس بيه وتكليف ليه ان يشوف منه عمل وعمل اكثر. وهنا ظهر كيان جديد اللي هو التحالف الوطني للعمل الاهلي في النوبه. صحيح. وطبعا انطلقنا كجمعيات ومؤسسات اهليه واصبحنا نشارك في كل الخطط والبرامج والاستراتيجيات الخاصه بالدوله. طمن حضرتك احنا بنشتغل في اكثر من 15 أو 16 مجال. بنشتغل في مجال تنميه المجتمع. بنشتغل في حمايه المستهلك. بنشتغل في الصحه. في التعليم، في تنظيم الأسرة، في رعاية المسلمين، في رعاية المسجونين وأسرهم، في حقوق الإنسان، في ذوي الإعاقة، حماية البيئة من التلوث. كل دي ملفات إحنا بنشتغل فيها على مستوى 36,000 جمعية مؤسسة المنتشرين في كل أنحاء الوطن. طبعاً كان هناك شاركنا في مبادرات كبيرة، مبادرات رئيسية. كل المبادرات اللي أطلقها فخامة الرئيس صحيح. بدءا من مبادره 100 مليون صحه اللي هي كان نتائجها العظيمه وغير مسبوقه
القضاء على الارتحال فيروس سي الجنسي صحيح. الفيروسي، وده طبعا اشادت به منظمه الصحه العالميه. ايضا كل المبادرات الامراض غير الساريه، ايضا الان في مبادره بدايه للتنميه البشريه، صحيح كل دي مفارقات. احنا بنشتغل في استراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد بالتعاون مع هيئه القضاء الاداريه التحدي العام، ايضا مشترك في استراتيجيه الوطنيه للسكان والتنميه في وزاره الصحه والسكان والمجلس القومي للسكان للتصدي لاخطر قطيع الرجل. الحقيقة سيادة النائب ان النموذج اللي مصر بتضعه امامنا دلوقتي هو تكامل غير يعني غير معتاد، لم يعني اجيالنا لم تراه في عقود سابقة من هذا التكاتف والتلاحم ما بين مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات الدولة، وزي ما حضرتك ذكرت وجود رغبة من القيادة السياسية بالدخول يعني ربما ملفات لم تطرق منذ سنوات كثيرة، سواء بقى في ملف الصحة أو التنمية بشكل عام. وده اللي مخلينا النهاردة نعمل حلقة عن التنمية المستدامة ومصر وصلت لفين وفق رؤيتها في 2030. النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، شكرا لوجودك معانا على نغم فهم. شكرا، شكرا ليك.